نهاية عام 2015 وصل قرابة المليون سوري إلى الأراضي الألمانية آملين بيوم آمن وغد أفضل. وبعد 5 سنوات كانت مبادرة توثيق اندماج ونجاحات السوريين فيها. عن هذه المبادرة والكتاب الذي سيصدر يحدثنا الناشط والكاتب وصاحب المبادرة بركات عبيد، والذي ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من مدينة شتوتغارت الألمانية. بركات، صباح النور وأهلا وسهلا بك معنا. أهلا بك. أهلا بك. طيب، بداية حضرتك أطلقت مبادرة توثيق اندماجات ونجاحات السوريين في ألمانيا في 3 من شهر أيلول سبتمبر 2020 على منصة فيسبوك. أخبرنا عن الهدف الأساسي بداية. بداية هي حملة كانت حملة مضادة لحملة التشويه اللي كانت تستهدف اللاجئين بشكل عام واللاجئين السوريين بشكل خاص. كانت الحملة الهدف منها هي إعطاء طاقة إيجابية للاجئين بشكل عام والمهاجرين، أنا بسميهم المهاجرين السوريين، من خلال تشجيع بعضهم البعض من خلال النجاح معدي. التعريف ببعض المهن المختلفة الموجودة في ألمانيا وتعريف اللاجئين بهي المهن، وكان أيضاً خلق شبكة تواصل بين اللاجئين أو بين المهاجرين بالنسبة لأصحاب المهن، يعني كل واحد باختصاصه وأصحاب الدراسات الأكاديمية بيكون في بيناتهم يسموها باللغة الألمانية إيدين كومباوشن، يعني شبكة تواصل أو أفكار. كمان كان هدفها هي إعطاء المرأة السورية هي مكانتها الحقيقية، إنه هي المرأة عانت في الحرب في سوريا من ظروف الاعتقال والتهجير والظلم، وصلت لألمانيا وتحدث الصعاب وكانت بهي البلد انه قدرت انه تثبت حالها بالنسبه للدراسه الجامعيه او بالنسبه لبراءات الاختراع او بالنسبه للعمل الحر. طيب بركات، هذه يعني هذه الحمله اللي بدأت على فيسبوك، هل ستتوسع إلى مواقع يعني إلكترونية أخرى؟ هل ربما تتجه بها إلى منصات أخرى؟ حاليا بالنسبة إلي للنشر، أنا عم بتجه إلى موضوع التوثيق في الجرائد العربية، وراح أنتقل لموضوع الجرائد أو الصحف الألمانية بالإضافة للتوثيق في بعض المواقع. طبعا انا كانوا التوثيق الاول بمطلع شهر ايلول حتى شهر ديسمبر، كان التوثيق وثقت اغلب قصه من القصص في الكتاب اللي انا حاليا هو حاليا في قيد الطباعه، من خلال الايام القادمه سوف يعني راح يكون مطبوع ان شاء الله. نعم. طيب، يعني بعد فيسبوك قمت بتوثيق هذه النجاحات في كتاب. اسمح لي هنا أن يعني كلمة نجاحات شوي كلمة مطاطة، شوي كلمة كبيرة. ما هي المعايير التي تم اعتمادها في توصيف هذه الأعمال بناجحة؟ وأعطينا أمثلة، يعني ممكن تحكي لنا بعض القصص التي تم توثيقها من خلال كتاب. يعني النجاح هو نجاح أكاديمي، نجاح تعليمي سواء كان أكاديمي أو نجاح مهني. طبعا نحن هذا الأمر بيكمل موضوع تعلم اللغة والدخول في سوق العمل، هذا نحن نعتبره هذا نجاح حتى عند الألمان. بالنسبة لتحقيق النجاح، يعني أنا مثلا عندي أمثلة، مثلا عندي أنا عند هدى الشعيبي، هي جدة سورية خلص مستوى مثلا بيت ستايف اللغه الالمانيه وموظفه في احد المشافي هامبورغ. انا عندي مثلا طبعا الفئات العمريه، انا عندي مثلا طبيب سوري اسامه الخليل اجى على المانيا في كان عمره 50 سنه وتحدى الصعاب بالنسبه للغه وحسن هلا حاليا يفتح عياده سنيه له في المانيا. كمان عندي مثلا زوجه معتقل وهي ام لثلاث اطفال واجت على المانيا ولغه جديده وبلد جديد، ورغم كل هذا الشيء حققت
تعلم اللغة الألمانية، بالإضافة إنه اندمجت في سوق العمل الألماني وحسنت إنه درس أولادهم في ألمانيا في مدرسة ألمانية ويكونوا نعم متميزين. نعم طبعا في كمان قصص كتير، هي بتوصل الكتاب 47 قصة نجاح مختلفة، أعمال وأكيد كل اللي مختلفة. حابين يطلعوا عليها ممكن يرجعوا يشوفوا الكتاب. يعني بركات ذكرت حاجز اللغة، واللغة حتى اللغة الألمانية ربما هي معروفة بأنها من اللغات الأصعب شوية، ونقطة نطقها يختلف تماما عن نطق اللغة العربية، وبالفعل يعتبر تعلمها إنجاز. طيب عند طباعة غلاف الكتاب عليه عبارة لافتة للنظر: ما دامت الشمس تشرق كل يوم سوف نزهر من جديد. ماذا عن الكتاب؟ بالنسبة للكتاب، الكتاب نحن يعني انه انا عم بحكي عن فئة تركت حياتهم القديمة وانتقلت لحياة جديدة وبدأت حياة من الصفر، لأنه هذا الكتاب أنا كان بدي إنه يكون وطن للسوريين، وطن نحن نحلم فيه، إنه وطن ننزل فيه التفرقة ونكون إيد واحدة. يعني مثلا أنا ضفت بالكتاب هو يعني نماذج من تيارات مختلفة من السوريين ومن طوائف ومن أعراق موجودة في الكتاب، وكان هذا الكتاب هو يعني النموذج إن فينا نستطيع أن نقول هذا الكلام، إنه في نماذج مثلا تعطي التفاؤل للمستقبل، إنه تعطي طاقة إيجابية، إنه نحن كسوريين سواء كانوا موجودين في مخيمات اللجوء نعم على حدود سوريا أو موجودين في الدول أو النازحين داخل الأراضي السورية، إنه وقت يقرأوا أو وقت يسمعوا إنه في ناس أو إنه السوريين الموجودين في ألمانيا نعم حققوا نجاحات، إنه يعطيهم أمل إنه نحن بيوم من الأيام رح طيب نرجع نعمر سوريا وراح نكون نرجع نعمر وطننا من جديد. تمام، وهذا ما قلته في إحدى مقابلاتك، أنك تسعى لتخليط هذه الأعمال ليتعرف عليها الأبناء والأحفاد. طيب ممتاز، ولكن هناك أيضا إخفاقات، هناك أيضا أوجاع، هناك أيضا قصص أخرى، ألا تستحق هذه الأخرى أيضا تخليدا عبر هذا الكتاب؟ بالنسبة للإخفاقات، الإخفاقات موجودة والإنسان بس يستطيع يتجاوز هذه الإخفاقات، ومنها موضوع اللغة الألمانية ومنها الاندماج في المجتمع الألماني. نستطيع أن نسمي هذا الشخص ناجح، لأنه الصعوبات موجودة، منها البيروقراطية الموجودة في ألمانيا، منها اللغة الألمانية، صحيح منها رفض بعض جزء من المجتمع الألماني لوجود لاجئين. طبعا هاي كلها بتعطي اخفاقات للشخص، انه الشخص مثلا جاي عم يبدل اختصاص كامل، يعني مثلا شخص كان يدرس في سوريا مثلا اختصاص مثلا اختصاص جامعي، بيضطر انه يقلب الاختصاص تبعه لاختصاص مهني، او بيشتغل في مجال اي تحول مجال إلى ثاني. مجال ثاني تماما. نعم طبعا تماما، يعني بس في انا في عندي سبب، تفضل. أنا عندي السبب الرئيسي للحملة هي دعم مقولة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مطلع أو نهاية عام 2015 وقت نعم فتحت أبواب بلادها للمهاجرين السوريين، قالت بير شعف الناس، يعني نستطيع إنجاز المهمة. هي عنوان الكتاب، هي عنوان له قصة إنه مقولة المستشارة الألمانية. طبعا بعد ما قالت المستشارة الألمانية هي المقولة في عام 2017 مثلا، الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال انه هذا خطا كارثي من قبل المستشاره. طبعا بعد فتره بيرد عليها مثلا بيحكي احد المسؤولين الالمان في وكاله العمل الالمانيه، انه يقول انه نصف اللاجئين او نصف المهاجرين اللي اجوا على المانيا انخرطوا او اندمجوا في سوق العمل الالمانيه. نعم، ولذلك طبعا تمت من خلالك طبعا يعني بداية توثيق وهذه النجاحات، وهذه بالتأكيد لم تكن لتكون ممكنة لولا حصولهم على هذا الدعم النشط، والكاتب وصاحب مبادرة توثيق اندماج ونجاحات السوريين في ألمانيا بركات عبيد. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من ألمانيا.